السلام عليكم. النهارده هنتعرف على الفيلد سيت. شوف مع بعض تاج الفيلد سيت ونجرب نضيف محتوى ليه. فيلد سيت. فيلد سيت تاج فكرته انه هو عبارة عن مربع لتريس بيكون مع الليجند. يعني لو احنا شلنا الليجند وكتبنا Welcome to HTML، لاحظ هيطلع الكلام جوه المربع، لكن كمان ممكن نحط له عنوان، بالتالي هيبقى معاه الليجن بالطريقة. فهنا title of field set. فدي فكرة الفيلد سيت باختصار، مربع مع استخدام تاج ليجند. نقدر نحط له title مع محتوى المربع عادي جدا، نقدر نحط النصوص اللي احنا عايزينها داخل مربع زي ما انت شايف بالطريقه دي. هذه فكره الفيلد سيت في HTML. سلام عليكم.